الوجهة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليه هو الليبل. فعشان تعمل ليبل هتعمل variable ليبل بالشكل ده، تمايل ctk dot ctk ليبل بالشكل ده، زي ما قلنا ctk كابيتال، الك سمول اول حرف من الحاجه اللي انت عايز تنزلها كابيتال بالشكل ده. الماستر عندك هنخليه هو الفريم. فانا عملت ايه؟ عملت اب، الاب ده حطيت فيه فريم بحيث ان الماستر بتاع الفريم ده هو الاب، واحط الليبل ده في الفريم بحيث يبقى الماستر بتاع الليبل ده هو الفريم. طيب بعدين خلينا نحط الليبل ده برضو في خاصية تكست، فنقوم قايلين مثلا ويندو، عايزين نعرض فيه كلمة ويندو. طيب برضو الليبل عشان نحطه فهنقوم قايلين ليبل دوت باك بالشكل ده، او بليس، او ايه، او جريد، ولكن احنا هنا هنستخدم الباك عادي. فممكن اقوم قايل باد واي ايكوال 20 مثلا، وبس. ده كده بالنسبة للايه، للليبل. تعال نشوف كده اما تشغل ايه اللي هيحصل. هتلاقي زي ما انت شايف كده ظهر عندك الويندو اهي، ودي كلمة ويندو اللي هو الليبل، وظهر عندك ان هي على بعد 20. على بعد 20 منين؟ من الويندو الرئيسية؟ لا، هو على بعد 20 من الماستر بتاعه، الماستر اللي هو كان الفريم. فهو على بعد 20، الباد واي هنا بالنسبة له هي 20، فهي على بعد 20 من ايه؟ من الفريم. طيب دي كده كلمة ويندو اهي وظهرت وتمام. طبعا هي ظاهرة باللون الابيض ليه؟ لان هو السيم بتاعها ان هي ابيض، صح؟ ده السيم اللي احنا قلنا عليه، السيم اللي هو اللون الاساسي بتاع الحاجات دي كلها، هو الديفولت بتاع التكست ان هو هنا لونه ابيض. طيب انا ممكن اغير لونه، صح؟ يعني ممكن اكتب اف جي كلر بالشكل ده، ممكن تخليها اي لون تاني، يعني ممكن تقوم قايل جرين مثلا لو انت اللون ده مش عاجبك، ولو جيت فتحت هتلاقي لونه بقى جرين. بس ثانية، ده مش لون الايه، ده مش لون ال مش لون النص، مش لون النص، لون الخلفية بتاعته. يعني الاف جي كولر هنا اللي هي دي كده، دي بتعدل في لون الخلفية بتاع بتاع الليبل. الخلفية بتاع الليبل كانت في البداية كانت هي الديفولت بتاعها هو الخلفية بتاع الماستر اللي موجودة، يعني الخلفية بتاع الماستر اللي هو الفريم. فالديفولت بتاع الليبل الخلفية بتاعته كانت هي الاف جي كولر بتاعته، اللي هو لون الخلفية بتاعته هي الخلفية بتاعت الايه، بتاعت الماستر بتاعه. طيب بالنسبة لنا هنا ممكن اف جي كولر تلخبطك ولا حاجة، زي ما احنا عملنا دلوقتي. الاف جي كولر هي مش بتعدل الفونت، مش بتعدل لون الفونت، لا، هي بتعدل لون الخلفية. فسواء استخدمت خاصية الاف جي كولر او خاصية تانية موجودة برضه اللي هي اسمها بي جي كولر بالشكل ده، هيديك نفس التأثير. يعني انا مثلا عملتها ريد بالشكل ده، لو جيت افتح هتلاقي فعلا ان هي بقت ريد بالشكل ده. طيب سواء اف جي كولر او بي جي كولر هيديك نفس التاثير. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اغير لون النص نفسه. فلو جيت تشوف هنا كده في الخصائص هتلاقي في حاجه اسمها تكست كولر. طبعا انت تقدر هنا تشوف بقيه الخصائص، يعني انت عندك خصائص تانيه كتير، ولكن تعالى هنتكلم عن التكست كولر. التكست كولر تعالى نقول ان هو ريد. ده معناه ايه؟ ان هو هيخلي التكست نفسه هو اللي ريد بالشكل ده، التكست نفسه هو اللي ريد. طيب طبعا زي ما انت شايف هو خلى التكست نفسه هو اللي ريد. تقدر كمان تغير الفونت اللي موجود عن طريق ان انت مثلا لو جيت هنا كده وعملت فونت بالشكل ده، هو نفس اللي احنا كنا بنعمله هناك. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتكتب هنا بالشكل ده، بتكتب اريال اللي هو نوع الفونت بالشكل ده، ومثلا 15، ومثلا هخليه ان هو بولد. فالمفروض ان انت لو جيت تفتح هتلاقي فعلا ان هو بقى حاجه بالشكل ده، ان هو اريال و15 وبولد. طب انا مش عايزه 15، انا عايزه 50. فدلوقتي لو جيت تفتح هتلاقي الفونت فعلا كبر بالشكل ده. فنفس اللي احنا كنا بنعمله هناك فين؟ في التيك انتر. يعني خاصيه تانية من الخصائص اللي موجوده في الليبل دي، زي ما احنا عارفين ان في التيك انتر كنا بنعمل ايه، كنا كان ممكن نديها صوره، صح؟ يعني ممكن نحط صوره في الليبل. ففعلا انت لو جيت تشوف هتلاقي فيها ايه، خاصيه الايمج. خاصية الايمج دي بتاخد variable من نوع image برضو، او object يعني من class image، اللي هو موجود فين؟ اللي هو برضو موجود في city key. بيحصل ازاي؟ ان انا مثلا هكتب هنا img بالشكل ده variable يعني بيساوي، وهكتب برضو city key dot city key image بالشكل ده، يعني اكنه widget عادي زي label زي اي حاجة خالص. فسيتي كي ايمج هحط جواها الصوره اللي انا عايز افتحها. الصوره اللي انا عايز افتحها انت لو جيت تقرا كده فيها
هتلاقي ان هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان هو بياخد حاجه اسمها لايت ايمج. دي اللايت ايمج دي بتكون ايه، بتكون الايمج اللي هي الصوره ككلاس من البي اي ال، بحيث ان هي بتكون من نوع بي اي ال اللي هي الكلاس اللي ياخد بيه الصوره يكون بي اي ال. لو فاكرين كان في مكتبه اسمها بي اي ال، يعني كان ممكن اعمل كده امبورت بي اي ال، وكان ممكن نجيب الصوره منها، نفتح صوره هنكتب مثلا ايمج بالشكل ده كده بيساوي البي اي ال دوت ايمج بعد كده دوت اوبن، ونحط مسار الصوره اوبن بالشكل ده كده، ونحط مسار الصوره اللي احنا عايزين نفتحها. فمثلا لو انا معايا دي الصوره اللي انا عايز افتحها او عايز اعرضها يعني، فهاخد المسار بتاعها وبعد كده هحطه هنا. زي ما احنا عارفين احنا بنحط اصلا ار قبل المسار، فلازم يبقى فيها كده. والايمج دي اللي احنا عملناها من البي اي ال هنمررها هنا للايمج بتاع مين، بتاع السي تي كي اللي هو كاستوم تيك انتر. والفاريبل اللي هو ايمج بتاع كاستوم تيك انتر هو ده بقى اللي احنا هنمرره للليبل هنا بالشكل ده. فانت لو جيت تفتح دلوقتي هتلاقي ايه، هتلاقي فعلا ظهرت معاك اهي، ظهرت معاك الصوره بس ايه، مش واضحه. طيب انا عايز الصوره تبقى اوضح شويه، فممكن نعمل ايه، ممكن تشيل كلمة ويندو اللي موجودة دي، أنا أصلا مش عايز يبقى في نص يعني معروض وصورة برضو. وهكتب هنا خاصية اللي هي خاصية الهايت، هديها مثلا إن هو 300، بحيث إنه هيتحكم في الهايت، هيكبر السايز بتاع الليبل شوية. ففعلا أنت لو جيت تشوف هتلاقي السايز بتاع الليبل كبر، يعني فعلا السايز بتاع الليبل كبر، بس هتلاحظ إن الصورة زي ما هي. طب هي ليه الصورة زي ما هي؟ لأن الصورة أصلا نفسها ليها خصائص. يعني أنت هنا كده لو جيت تعمل كوما وتشوف بقية الخصائص هتلاقي إن أنت معاك برضو حاجة اسمها سايز بالشكل ده كده اللي هو ده، وقمت قايل إن هو مثلا 600 في 300، يعني 600 و300، الويتس هيكون 600 والهايت هيكون 300. افتح بقى كده يقول لك إيه، فعلا طلعت اهي مظبوطه الصوره اهي، بس ملاحظين ان هو كاتب حاجه اسمها سي تي كي ليبل جوه اهي. بس سي تي كي ليبل دي عشان ده الديفولت بتاع الليبل، انت لو مش كاتب فيه حاجه بيبقى مكتوب فيه كده. طب انا عايز اشيله، خلاص ممكن تعمل ايه، ممكن هنا تقوم جاي كده وتقوم قايل له التكست بيساوي كده، خلاص اللي هو فاضي يعني. فلو جيت تفتحه بالشكل ده هتلاقي خلاص التكست مش موجود. ففعلا عرفنا نعرض صوره في الليبل. فده كده بالنسبه للليبل. في خاصية كويسة في الايمج، زي ما انت شفت احنا مررنا صورة واحدة للايمج صح. انت لو جيت تشوف هنا في الايمج، تعال نشيل الكلام ده دلوقتي ونشوف في الايمج بيعمل ايه، هتلاقي ان هو بياخد حاجة اسمها لايت ايمج بالشكل ده وبياخد دارك ايمج. يعني ايه؟ يعني لو انت السين بتاعك لايت هيعرض الصورة اللي في اللايت ايمج، ولو السين بتاعك دارك هيعرض الصورة اللي في الدارك ايمج. فتعال مثلا انا جبت هنا صورتين بره، مثلا الصورتين دول لازم يعني يكون ليهم نفس السايز، فمعايا دي الصوره 8 ودي الصوره رقم 9، هو بس الفرق في الاختلاف ما بينهم ان هنا مكتوب 8 انما في هنا مكتوب 9 بالشكل ده. طيب عايزين نعرض الصورتين دول، ال 8 دي تظهر في حاله اللايت او الدارك مثلا، وال 9 دي تظهر في الحاله الثانيه اللي هي اللايت او الدارك. طيب تعال نعمل الكلام ده، هقوم قايل ان هي 8 دوت بي ان جي بالشكل ده، وهعمل كمان صوره هنا اسميها 2 وهتبقى 9، بحيث ان انا اخلي الـ8 دي تظهر لو السيم لايت. فعشان كده هكتب هنا لايت ايمج ايكوال وهمرر له الايمج دي. طيب والدارك ايمج هقول ان هي عبارة عن ايمج 2، وهديله السايز ان هو كام زي ما احنا كنا عاملين، هخليه 300 600 و 300 عشان يبقى الويتس 600 والهايت 300. فالمفروض دلوقتي ان الليبل ده هيظهر فيه الايمج دي، بحيث اني انا دلوقتي في البدايه دارك، فالدارك الصوره اللي هتظهر ايه؟ اللي هي الدارك ايمج اللي هي ايمج 2 اللي هي الصوره اللي مكتوب فيها 9. ففعلا لو جيت تشوف هتلاقي ان الصوره اللي مكتوب فيها 9 فعلا هي اللي ظهرت في حاله ان السيم دارك. طب في حاله ان السيم لايت، يعني جيت هنا كده وخليته لايت، هتلاقي اللي هيظهر ايه؟ لما تيجي تشوف هتلاقي 8 هي اللي ظهرت فعلا معاك. ففي دي خاصية كويسة، بحيث ان انت
لو انت شغال لايت صورة هتظهر، ولو انت شغال دارك سيم دارك صورة تانية اللي هتظهر، فدي خاصية كويسة. يعني لو انت عايز اليوزر هو اللي يختار بقى هو هيشتغل على انهي سيم، الدارك ولا اللايت، وبحيث ان لو في الدارك يبقى هيبقى فيه مود، ده مود اصلا بصور وبحاجته، ولايت ده مود بصور وبحاجته كده يعني.